حل مشكلة اختفاء لعبة بابجي موبايل من داخل الأبل ستور. حاليا المشكلة دي ظهرت امبارح في أجهزة الآيفون. لو بحثت على لعبة بابجي موبايل مش هتلاقيها ظاهرة عندك على الأبل ستور. طيب اللعبة دلوقتي حاليا اتحذفت من على الأبل ستور ولا مش هتقدر تنزلها لحد تاني؟ الحل بتاع المشكلة دي نفسها من تطبيق الأبل ستور نفسه. يعني حاليا لو انت دخلت على أبل ستور وبحثت على لعبة فورتنايت مثلا، فهيظهر عندك في نتائج البحث لعبة بابجي موبايل. لكن لو انت دلوقتي بحثت على لعبة بابجي موبايل باسمها الاصلي مش هتظهر عندك في نتائج البحث، ودي المشكلة دي موجودة في الابل ستور لكن قريب هتتحل. المشكلة من تطبيق الابل ستور نفسه قريب هتتحل. يعني محدش يقلق ان اللعبة نفسها اتحذفت من الابل ستور، اللعبة لسه موجودة والتحديثات هتنزل بشكل طبيعي. المهم ده بخصوص مشكلة اختفاء لعبة بابجي موبايل من على الابل ستور، وحل المشكلة من التطبيق نفسه هترجع تتحل ومجرد ما تبحث عليها هتظهر بشكل طبيعي. طيب خلينا نروح للرويال باس السيزون العاشر. نزل عندنا امبارح الرويال باس السيزون العاشر، لكن كان في مشكلة في اختفاء بطاقة الار بي. طبعا بطاقة الار بي دي اللي بتشتريها من هي مزايا شراء المجموعة اللي بتنزل قبل السيزون. في مشكلة امبارح حصلت بطاقة الار بي نفسها، الرويال باس بدأ لكن البطاقة ما وصلتش. الناس اللي ما وصلتهاش طبعا المجموعة بتاعتها ما كملتش 3، لكن المجموعة بتاعتها كملت 3 فوصلت لها بشكل طبيعي في الاول الايفنت نفسه. المهم حل المشكلة دي بعد ما كلمت الدعم ان انت هتلاقي ان البطاقة هتجيلك بعد 12 ساعة بالظبط، ولو البطاقة ما جاتلكش ارجع كلم الدعم بتاع الشركة والبطاقة توصلك. وفي حاجة تانية طبعا ممكن تعملها لو البطاقة نفسها مش موجودة عندك، لو ما لقيتش البطاقة عندك موجودة في المخزون هتدخل على الرويال باس، هتلاقي بطاقة الرويال باس ظاهرة عندك بشكل طبيعي حتى لو مش موجودة في المخزون. المهم جرب الطريقة دي ان انت تدخل على الرويال باس نفسه، احتمال تلاقي البطاقة موجودة ومش موجودة في المخزون. لو ما جاتلكش البطاقة هتكلم الدعم طبعا بعد 12 ساعة وان شاء الله هتوصل للكل. مش عند الرويال باس السيزون العاشر طبعا السكنات اللي موجوده فيه، سكن الاي كي ام، سكن الشنطه، سكن طياره، لبسه ار بي 50 موجود فيه 2 ماسك غير الرقصات اللي موجوده معانا في السيزون العاشر. وبالنسبه للسكنات ولبس الماسك من اجمل السكنات اللي نزلت. وده كان الرويال باس الشهر العاشر. لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديده.